الدرس الثالث، الضغط في السوائل. نشاط 1، حالات المادة. بنيت طبرية في سنة 20 للميلاد، حيث تقع في الجليل الشرقية على الشاطئ الجنوب الغربي من البحيرة التي تحمل اسمها، وتبعد عن القدس حوالي 198 كيلومتر إلى الشمال الشرقي. وقد هجر سكانها العرب الأصليون في عام النكبة عام 1948، ومن أشهر معالمها مسجد طبرية الذي حول إلى ملهى. خلال إحدى الرحلات المدرسية لتلك المنطقة، طلب المعلم من طلبته تأمل البيئة المحيطة بهم والتي تظهر في الصورة المجاورة لإكمال الجدول أدناه، ثم الإجابة عن الأسئلة التي تلي: أي المواد التي رصدتها في الجدول تأخذ شكل الإناء الذي توضع فيه؟ الماء والهواء. قارن بين قوى التماسك بين جزيئات الماء في حالاته الثلاث. تكون قوى التماسك بين جزيئات الماء كبيرة عندما يكون في حالة الصلابة، وتكون قوى التماسك ضعيفة عندما يكون الماء في حالة السيولة، وتكاد تكون معدومة عندما يكون الماء في حالة الغازية. ما احتياطات السلامة الواجب اتباعها عند السباحة؟ السباحة في الأماكن الآمنة التي يتوفر فيها المنقذ. تتكون المادة من دقائق صغيرة وتوجد في حالات ثلاث: الصلبة والسائلة والغازية. ففي حالة الصلابة تتحرك دقائق الماء حركة موضوعية اهتزازية، وتمتاز بثبات الحجم والشكل لأن قوة التماسك بين دقائقها كبيرة. أما في حالة السيولة فإن المادة تحتفظ بحجمها وتأخذ شكل الإناء الذي توضع فيه بسبب ضعف قوة التماسك بين دقائقها. أما في الحالة الغازية فتكاد تكون قوة التماسك معدومة بين جزيئات المادة، فلا تحتفظ المادة بشكل ثابت أو بحجم ثابت، ويطلق على السوائل والغازات اسم الموائع. فكر، يمكن تحويل مادة معينة من حالة إلى حالة لأن الحرارة تعمل على تكسير الروابط بين جزيئات المادة في حالة الصلابة فتتحول إلى حالة سيولة، وبنفس الطريقة تتحول المادة في حالة السيولة إلى الحالة الغازية. نشاط 2، ضغط الماء. المواد والأدوات: وعاءان مختلفان منتظما القاعدة وماء. خطوات العمل: 1، احسب مساحة قاعدة كل من الوعاءين. 2، ضع في الوعاء الأول حجما معينا من الماء. 3، ما مقدار كل من كتلة الماء ووزنه. 4، جد مقدار ضغط الماء على قاعدته. 5، اسكب الماء من الوعاء الأول في الوعاء الثاني. 6، جد مقدار ضغط الماء على قاعدته. 7، أجب عن الأسئلة الآتية: ما أثر سكب الماء من الوعاء الأول إلى الوعاء الثاني على حجم الماء وشكله؟ فسر إجابتك. إن حجم الماء ثابت لا يتغير بتغير الإناء الذي يحويه، لكن شكل الماء يتغير بتغير شكل الإناء الذي يحويه. قارن بين ضغط الماء على قاعدة كل من الوعاءين. أن ضغط الماء أقل في الإناء ذي المساحة القاعدة الكبيرة. تؤثر الأرض في أي جسم قريب منها بقوة جذب تعرف بالوزن، حيث يؤثر وزن الماء بقوة على قاعدة الإناء الموضوع فيه مسببا ضغطا على قاعدته. ضغط الماء على القاعدة يساوي وزن الماء على مساحة قاعدة الإناء. ويمكن التعبير عن ذلك عن طريق ضغط السائل يساوي القوة وزن السائل على المساحة يساوي الكتلة ضرب جيم على المساحة. فإذا علمت أن الكتلة تساوي الحجم ضرب الكثافة، فإن ضغط السائل يساوي الحجم ضرب الكثافة ضرب جيم على المساحة. وإذا علمت أن الحجم يساوي الطول ضرب العرض ضرب الارتفاع، فإن المساحة يساوي الطول ضرب العرض. فإن ضغط السائل يساوي الارتفاع ضرب الكثافة ضرب جيم يساوي لام ضرب ثا ضرب جيم. مثال:
إذا كان عمق الماء خلف سد ما 20 مترا فإن ضغط الماء عند كل مما يلي: 1 قاعدة السد، 2 نقطة فيه تقع على عمق 5 أمتار من مستوى سطح الماء. الحل: 1 الضغط عند قاعدة السد، الضغط يساوي الارتفاع ضرب الكثافة ضرب تسارع الجاذبية الأرضية، الضغط يساوي 20 ضرب 1000 ضرب 10 يساوي 200,000 باسكال. 2 على عمق 5 أمتار من سطح الماء، الضغط يساوي الارتفاع ضرب الكثافة ضرب تسارع الجاذبية الأرضية، الضغط يساوي 5 ضرب 1000 ضرب 10 يساوي 50,000 باسكال. نشاط 3 انتقال الضغط في السوائل. المواد والأدوات: محقن طبي كبير ومحقن طبي صغير وشريط لاصق وماء وأنبوب مطاطي شفاف وحامل خشبي وثقل وزنه 5 نيوتن. خطوات العمل: 1 ثبت كل من المحقنين باستخدام حامل خشبي. 2 املأ المحقن الصغير بالماء. 3 املأ الأنبوب بالماء ثم صله بالمحقن الصغير. 4 صل المحقن الكبير بواسطة الأنبوب. 5 ضع ثقلا وزنه 5 نيوتن على مكبس المحقن الصغير ولاحظ ماذا يحدث للمحقن الكبير. 6 ضع ثقلا وزنه 5 نيوتن على مكبس المحقن الكبير ولاحظ ماذا يحدث للمحقن الصغير. 7 سجل ملاحظاتك، ماذا تستنتج؟ أتوقع تعرض فوهة القمع إلى ضغط. نشاط 4 هيا نلعب. المواد والأدوات: قارورة بلاستيكية ومسمار ومصدر حراري ولاصق وملقط خشبي. خطوات العمل: 1 أمسك المسمار بالملقط الخشبي وسخنه على اللهب، ثم أثقب به القارورة 3 ثقوب عمودية متباعدة. 2 املأ القارورة بالماء واتركها مفتوحة. 3 سجل ملاحظاتك. 4 افرغ القارورة من الماء. 5 اغلق الثقوب جيدا باللاصق. 6 املأ القارورة بالماء ثم اغلقها بالسدادة. 7 ازل اللاصق وسجل ملاحظاتك. 8 اضغط بيديك على جانبي القارورة من الاعلى وسجل ملاحظاتك. 9 أجب عن الأسئلة الآتية: من أي الثقوب يندفع الماء بشكل أكبر في كل حالة؟ يندفع الماء من الثقب السفلي بشكل أكبر في حالة أن القارورة مغلقة بالسدادة. قارن بين اندفاع الماء في المرحلة الأولى والمرحلة الثانية. لا يندفع الماء من الثقوب إلا بعد الضغط على جانبي القارورة. ما احتياطات السلامة الواجب مراعاتها أثناء تنفيذ النشاط؟ المحافظة على الهدوء والنظافة. إذا تعرض سائل محصور إلى ضغط خارجي فإن ضغط هذا السائل يزداد بمقدار الضغط الخارجي الواقع عليه، فيزداد بذلك ضغط السائل على جدران الوعاء الذي يحويه وعند أي نقطة داخله بنفس المقدار، وهذا ما يعرف بمبدأ باسكال الذي نصه: إذا وقع ضغط خارجي على سائل محصور فإن هذا الضغط ينتقل إلى جميع أجزاء السائل بالتساوي. ويمكن التعرف إلى هذا المبدأ من خلال الضغط على جانبي القارورة في هذا النشاط من الأعلى، حيث تكون الزيادة متساوية في اندفاع الماء من الثقوب. نشاط 5 كبسة زر. ذهبت لي برفقة أخيها نادر لزيارة جدتهم في أحد المستشفيات الفلسطينية، وهناك لاحظ أن الممرضة تغير وضعيات أسرة المرضى بسهولة ويسر، وقد عرفا من الممرضة أن ذلك يخدم حاجة المريض الطبية ويحافظ على راحته، ويتم ذلك من خلال استخدام الأزرار والمفاتيح الكهربائية الموجودة بجانب السرير موضحة لهما دور كل زر. أجب عن الأسئلة الآتية: 1 ما المبدأ العلمي الذي يعتمد عليه تحريك أجزاء السرير؟ مبدأ باسكال.
2- ما دور الأزرار الموجودة على السرير؟ التحكم في وضعيات السرير. 3- ما السلوكات الواجب مراعاتها عند زيارة المرضى في المستشفى؟ المحافظة على الهدوء والنظافة وعدم الإطالة في مدة الزيارة. 1- النوم. النوم ألف زائد باء زائد جيم حسب حالة المريض. 2- تناول الطعام. تناول الطعام ألف. 3- تنشيط الدورة الدموية. تنشيط الدورة الدموية باء. هناك عدد من التطبيقات العملية على مبدأ باسكال، منها المكبس الهيدروليكي ونظام الكوابح في السيارات. يتكون المكبس الهيدروليكي من اسطوانة صغرى مساحة سطحها ألف واسطوانة كبرى مساحة سطحها ألف، فإذا أثرت قوة مقدارها قاف في الاسطوانة الصغرى ينتج عنها ضغط مقداره ضع، ينتقل إلى جميع أجزاء السائل بالتساوي فينشأ ضغطا على الاسطوانة الكبرى مقداره ضع، بما أن ضع 2 يساوي ضع 1، إذا قاف 2 على ألف 2 يساوي قاف 1 على ألف 1، إذا قاف 2 على قاف 1 يساوي ألف 2 على ألف 1، وتسمى النسبة بين مساحة الأسطوانة الكبرى إلى مساحة الأسطوانة الصغرى بالفائدة الآلية للمكبس الهيدروليكي. مثال: وقف رجل كتلته 100 كيلوغرام على الأسطوانة الكبرى لمكبس هيدروليكي مساحتها 2 من 10 متر مربع، فإذا وقف ابنه على الأسطوانة الصغرى التي مساحتها 5 من 100 متر مربع، فأجد الفائدة الآلية وزن الابن اللازم لرفع والده 1، الفائدة الآلية للمكبس الهيدروليكي يساوي قاف 2 على قاف 1 يساوي ألف 2 على ألف 1 يساوي 2 من 10 على 5 من 100 يساوي 4. الوزن يساوي الكتلة ضرب تسارع الجاذبية. وزن الأب يساوي 100 ضرب 10 يساوي 1000 نيوتن. وزن الأب على مساحة الأسطوانة الصغرى يساوي وزن الابن على مساحة الأسطوانة الصغرى يساوي وزن الأب على مساحة الأسطوانة الكبرى. وزن الابن على 5 من 100 يساوي وزن الأب على 2 من 10. وزن الابن على 5 من 100 يساوي 1000 على 2 من 10. إذن وزن الابن يساوي 250 نيوتن.